فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى. لما شرح الشيخ رحمه الله حالة العالم وانقسامات وذكر انقساماتهم وتفرقهم وتشتتهم في الأفكار وفي العبادات وفي السلوك، ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن العمى إلى البصيرة. فبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم منة على العالم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأصبحوا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لما آمنوا به واتبعوه أصبحوا سادة العالم علما وعملا وحكما، وصار العالم كله تحت سيطرتهم وتحت أيديهم بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض. نعم، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم.